للتعرف على أكثر على ما يحدث في الضفة الغربية. ينضم إلينا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية. أستاذ عماد بعد التحية، كيف ترى هذه الليلة العصيبة من الاستهدافات لمختلف أنحاء قطاع غزة، بالإضافة لاستهدافات واعتقالات واشتباكات مع الأهالي في الضفة الغربية؟ كيف تقرأ ذلك من رؤيتك على الأرض ووجودك في الضفة الغربية؟ ماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة الضفة الغربية ومدنها وقراها برغم عدم وجود حماس فيها؟ صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. يعني حقيقة هذا تعودنا عليه منذ 7 أكتوبر، طبعا ما قبل ذلك، لكن منذ 7 أكتوبر اشتدت حملات الاجتياحات والاعتقالات للضفة الغربية بشكل أكثر وحشية وأكثر جنون، بحيث أنه تقريبا الآن عندنا ما يقارب 4000 معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، يعني نتحدث عن 2000 معتقل شهريا، وهذا رقم كبير جدا. مختلف مناطق الضفة الغربية تتعرض لاجتياحات واعتقالات بشكل مستمر، وبالأمس كان هناك اجتياحات لشمال الضفة الغربية، ونحن بنلاحظ منذ فترة إسرائيل تقوم بالتركيز على شمال الضفة الغربية، تحديدا منطقة طول كرم ونابلس ومخيماتهم، وتعتبر أن هذه المناطق من الممكن أن تشكل لاحقا بؤر للمقاومة والأذرع العسكرية لحركات المقاومة، تحديدا الجهاد الإسلامي وحركة حماس. وإسرائيل طبعا تستغل هذا الظرف العالمي اللي كان متعاطف معها منذ 7 أكتوبر، وتقوم بما يسمى فكرة اشتتات المقاومة، وليس فقط أنه يعني السيطرة على المقاومة بشكليا، وإنما حتى جذور المقاومة. عندما نتحدث عن آلاف المعتقلين في ظرف شهرين، معناته هي تحاول أن تقتلع المقاومة من جذورها كما يتهيأ للإسرائيليين، مثلما في نفس الوقت المتزامن مع قطاع غزة تحاول برضو تحت ما يسمى اشتتات المقاومة من قطاع غزة، وكأنها إسرائيل تريد أن ترسم لقطاع غزة وللضفة الغربية مستقبل جديد، أو كما كان يقول نتنياهو ثقافة فلسطينية جديدة تذكره بما حدث ما بعد الحرب العالمية الثانية، تدمير ثم إعادة ثقافة للشعب الفلسطيني على غرار ما حدث للشعب الياباني والألماني بعد تدمير الحرب العالمية الثانية. بمعنى إسرائيل لا تتحرك بعشوائية، إسرائيل استغلت هذا الظرف العالمي، هذا الضوء الأخضر العالمي اللي في البداية كان مجمع عليه، وكانت إسرائيل محل إجماع دولي شعبيا وسياسيا ورسميا، وبالتالي استغلت إسرائيل هذه الفرصة وقامت بالتحرك بشكل متوازي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث أن الاستيطان يزيد، الاقتحامات تزيد، الاعتقالات تزيد، وكأنها إسرائيل تحاول مرة ثانية أن ترسم مستقبل الضفة الغربية وغزة ما بعد انتهاء الحرب، وكأنها تريد أن تحسم الصراع لصالحها. نعم دكتور عماد، هنا يأتي السؤال، مدى قابلية ما أشرت إليه حضرتك من هذه الثقافة المحدثة للشعب الفلسطيني؟ يعني لا يوجد أعتقد وجه تشابه بين ألمانيا، اليابان وما جرى في الحرب العالمية، وما بين شعب يواجه محتل، سواء تم الاعتراف بحل دولتين أم لم يتم الاعتراف، ولكن هو بالنتيجة هو محتل لأرض ليست أرضه. إذن هنالك اختلاف ما بين السيناريو الذي أعد للياباني والألماني وما بين ما يعد للشعب الفلسطيني. لا، هو ما قصد نتنياهو التدمير، يعني عندما يقوم بهذا التدمير الوحشي، يعني يذكرهم بما قامت به تحديدا أمريكا في ألمانيا واليابان، أنه هذا التدمير البنية التحتية في برلين وفي طوكيو وفي ناغازاكي وفي هيروشيما، أنه أثمر ثقافة يابانية جديدة، ثقافة ألمانية لا زالت منذ عام 1945 لليوم متصالحة مع الغرب، منساقة خلف الغرب، وبالتالي تمثل المشاريع الغربية، وإحنا حتى شفناهم في أثناء العدوان على غزة، اليابان وألمانيا موقفهم كيف كان منسجم مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي. يعني قصد نتنياهو أنه ليس طبعا تشبيه غزة بألمانيا واليابان، لكن أنه هذا الضرب العسكري وتدمير البنية التحتية، وكأنه يقول للعالم لا تخافوا، أنه ما بعد هذا التدمير سيأتي تعمير، وحتى تعمير في الثقافة، وسنبدأ الآن مع هذا الإنسان الفلسطيني الجديد بالثقافة الجديدة. وأعود للتساؤل، مدى قابلية الإنسان الفلسطيني لهذه الثقافة التي تشير إليها دكتور عماد؟
طبعا هي مختلف الفكره، لانه لا يمكن ان تطبق. الدليل على ذلك انه اسرائيل حتى قامت على مجازر، يعني اسرائيل بدات بمجزر الدير ياسين حتى قبل انشاء اسرائيل. يعني اسرائيل انشات في 15 ايار 1948 قامت بمذبح الدير ياسين في شهر نيسان 1948. يعني اسرائيل هي كانت دائما المذابح عندها مقدمه لمشاريع لاحقه، ثم مذبح الطنطوره وتبعتها مجازر ومذابح عديده، وبعد ذلك مذبحت كفر قاسم لأهلنا في داخل، حتى اللي بقوا عايشين في داخل إسرائيل، وتوالت إلى وصولا إلى مذبحة صبرا وشتيل. لهذا التاريخ حافل، لكنها المشكلة في إسرائيل لم تتعلم الدرس، أنه هذه المذابح لم تزيد الشعب الفلسطيني إلا أسرار ومقاومة وروح انتقام من هذا المحتل.